السلام عليكم. طريقة تحضير الشريحة أو الكرموس اليابس. إلا بغيتو تعرفوا كيفاش حضرتو أجيو معايا. هانتوما تشوفوا الشريحة ديالنا كي دايرة، رطبة معسلة معلكة. هانتوما تشوفوا هذه بالنسبة الكرموس الكحلة، أنا حليتها معاكم. هذه الكرموس البيضاء، شوفوا التعسيلة، وكتجلس معنا واحد المدة طويلة وصحية في نفس الوقت. هاد الطحين هذا راه غير دقيق ديال الشعير مع الزعتر. إذا بغيتوا تعرفوا طريقة التحضير أجيوا معايا. هكا كنتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء. وإلا عجبكم المحتوى القناة تخليوا لي جيم وشكرا. السلام عليكم. هذا واحد الصباح زوين بزاف وجميل في الطبيعة. هنا عندنا عاد الشروق، باقي النهار ما طلعش، انتم تشوفوا باقي الغيام. هنا دابا غادي نمشي نحيد الكرموس، ما حدها مازال باردة. الكرموس فاش كنبغيو نحيدوها، ماشي غير الكرموس، اي غلة فاش كنبغيو نحيدوها خصنا نحيدوها في الحال بارد قبل ما كتطلع عليها الشمس. اهو تبارك الله الخير، موجود الكرموس. اوه اي كيطيحوا لي، ماشي مشكل كيطيحوا. هنا راه كاينه غير رجله، يعني البلاصه اللي طاحوا فيها هذه الرجله. دابا ان شاء الله هنشاركها معكم فاش نحيدها ونطيبها. هنا راني لقيت غير الغربال او بصير راني كندير فيه. هذه الكرموس البيضاء، نشوف هذه طيبه. هذه طيبه حتى تعسلت. هانتوما ها الكرموس الكحله، ها الكرموس البيضاء. وكل هاد الكرموس اللي حيت راه حيت اللي قاصحه اللي شويه قاصحه ماشي بزاف، وحيت اللي رطبه. هنا غادي نوريكم شنو غادي ندير بالقاصحه وشنو غادي ندير بالكرموس الرطبه. وعندنا هاد الحليب هذا ديال الكرم. هانتوما تشوفوا هاد الحليب هذا، هانتوما كي تشوفوه ها هو كيقطر. هذا راه صحي للتلال، كانوا الناس زمان هذا هو باش كانوا كيعالجوا التلال، يعني هاد القطره هذه ديال الحليب كيديروها فوق التلاله 3 المرات حتى ل7 المرات، صافي التلاله كتيبس وكتفرتت. سبحان الله العظيم شنو خالق سيدي ربي في هذا الكون وفي هذه الطبيعه. الكرموس ديالنا من بعد ما كنحيدوها من الشجره راه كنجيبو شي طرف ديال الكرتون كيكون نقي، اولا هكا شي توب ديال الخيط، ضروري ما يكون توب ديال الخيط. وهنا راه واخا توب ديال الخيط راه دايره الطبله ديال الخشب، ما نديروش الطبله ديال الميكا، اولا نديرو واحد التوب اللي ما كيشربش هاد السوائل، لان الشريحه ديالنا هانتوما تشوفوا هنا دابا راه حاطينها. وكما كنقول لكم كنحطوا هذا اللي كتكون فيها هاد كتبان هذه اللي كتكون فيها هاد هنا هاد الثقيبه ديالها نتاع الكرموسه، لان هذه اللي كتكون لاصقه في الشجره وهذه هي اللي كتكون خارجه اللي كتخرج ديك العسيله ديالها. وكنحطوها هكا باش فاش كنحطوها وكتسيل ديك التعسيله ديالها باش الكرموسه ديالنا كتنشف لنا من الداخل. خصنا التوب اللي نحطو عليه يكون كيشرب، اولا طرف ديال الكرتون يكون نقي. هنا الكرموس ديالنا راه كنعرضوها للشمس. هنا دابا راه حنا في الاخر ديال شهر 8، عندنا الحراره راه تقريبا فوق 36 38. هنا كنخليو الكرموس ديالنا تقريبا بعد ما حيدناها من الشجره وخليناها يومين. هانتوما تشوفوا راه كتبدا كدير بحال كتلوى هكا، والكرموس كله ديالنا حطيناه هكا، ولكن نوبه كنضغطوا عليها بيدينا باش كتنزلنا، كنضغطوا عليها هكا.
هنا الكرموس ديالنا راه كنعرضوها للشمس، وهنايا كدوز يومين وهي في الشمس كنقلبوها هكا. هانتوما تشوفوا فين هادو اللي ما عندي ما مقلوبينش، هانتوما هادي كنقلبوهم هكا وكنحاولوا نضغطوا عليهم باش كيقبطوا ديك الفورمه اللي كتكون في الشريحه ديالنا. هادو كلهم كنقلبوهم، راكو شفتوا اول مره كنا دايرين لهم ديك الرويس من الفوق، دابا هنا كنقلبوهم كلهم. ضروري ما نضغطوا عليهم هاد الضغطه هادي، كلهم كندوروا عليهم هكا كنضغطوا عليهم كاملين. هنا الشريحه ديالنا هي واجده. الشريحه ديالنا راه كتاخذ فليبوس ديالها من 5 ايام حتى 10 ايام على حسب الشمس. الا كانت الشمس سخونه راه 5 ايام كتكون واجده، كانت الشمس شويه بارده راه كتحتاج لنا ديك 10 ايام. ولكن هنا الشريحه ديالنا او الكرموس ديالنا ما خصناش نخليوها حتى تيبس وتقصح لنا وما يبقى فيها ما يتكل. هانتوما تشوفوا الشريحه ديالنا هي يابسه ولكن رطبه. هنا فاش نبغيو نجمعوها، ما نجمعوش الشريحه ديالنا في العشيه. فوقاش نجمعو الشريحه ديالنا؟ كنجمعوها في الصباح بكري. الصباح بكري كنجمعو الشريحه كتكون بارده، ما خصناش نجمعوها وهي سخونه. الا جمعناها وهي سخونه غادي تفسد لنا. هنا نتوما تشوفوا فاش كنقبطوها، راكم شفتوا كنت مفرشاها في المنديل، كنقبطوها كنبقاو نديروا لها هكا وحده على وحده. هكا هنا الا بغينا نديروها في ديك يعني الشريط نزلقوها في الخيط ممكن، الا ما بغيناش كنخليوها غير هكا طبيعيه. انا نحل معكم هذه الوحده هذه، انتم تشوفوا شوفوا الشريحه كي دايره، شوفوا التاسيله كي دايره. هنا الشريحه ديالنا الا بغينا نخليوها غير هكا كنخليوها غير هكا. بالنسبه للاحتفاظ كنديروها في البلاستيك وكنديروها في الثلاجه. بغينا نحتفظوا بها واحد المده طويله كنديروها في المجمد. ولكن هنا غادي ندير لها الزعتر والدقيق ديال الشعير. هذا الدقيق ديال الشعير كنديروه لها، هو صحي وفي نفس الوقت ديك الرطوبه اللي كتبقى فيها يعني ديك الدقيق كيشربوا. ويا تقولوا لي واش يمكننا نديرو الدقيق العادي؟ ممكن، ولكن بالنسبه للدقيق ديال الشعير صحي. هذا الزعتر، الزعتر راني محيده له العواد، كنقطو كنديرو هكا في الكف ديال يدي وكنحكو، كيعطيه واحد الريحه وفي نفس الوقت هو صحي بزاف. هنا دابا الشريحه ديالنا هي واجده لذيذه وصحيه وبدون مواد حافظه وكتجلس معنا واحد المده طويله. بغينا نحتفظوا بها في الثلاجه ممكن، بغينا نحتفظوا بها في المجمد، بغينا نعلقوها هكا نديروا لها هكا ونعلقوها في الشريط. ولكن انا كنفضل الثلاجه او المجمد، كتبقى مزيانه ما كيوقع لها والو، واخا كتبقى معنا حتى لسنه ما كيوقع لها حتى شي حاجه.